هذا العمل السهل يكسبك محبة الله ومحبة الناس. هذا ليس كلامي، هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول؟ استمع معي أخي الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حقيقة كلمات قليلة جدا تصدر من الذي أوتي جوامع الكلم، كل كلمة في مكانها. ازهد في الدنيا، معادلة بسيطة جدا، يحبك الله. كيف أكسب محبة الله؟ ازهد في الدنيا، لا تتبع المعاصي، ازهد في المعصية، لا تركض وراء المال، لا تلهث وراء الممتلكات، وراء الذهب، وراء العقارات، وراء الدنيا، لا تلهث، ازهد، اجعل همك الآخرة. طيب ماذا يحدث؟ تكسب محبة الله بكل بساطة يعني. طيب كيف أكسب محبة الناس؟ أيضا المعادلة بسيطة جدا، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إنسان لديه قصور ولديه مليارات، أنا لا يعنيني أي شيء، ولا أطمع ولا أنظر ولا أحسد ولا أتمنى أصلا، يكفيني أن الله قال لي وقال لك: ورزق ربك خير وأبقى. وقال للناس جميعا وللحبيب عليه الصلاة والسلام: وللآخرة خير لك من الأولى. القضية بسيطة جدا والله أيها الأحبة، صدقوني ليست معقدة، أن تكسب محبة الله. طيب إذا كسبت محبة الله ومحبة الناس ماذا تريد؟ يعني هل هناك أجمل من أن تعيش حياة الناس يحبونك؟ إذا أحبك الناس تكسب تعاطفهم وثقتهم وخدماتهم والعلاقات الطيبة، كلها هذه تعطيك نفسية طيبة وحياة طيبة وسعيدة، تكسبك السعادة التي يبحث عنها اليوم الغرب. يبحثون عن السعادة، ظنوا أنها في المال، ولكن للأسف أصحاب المليارات أحيانا ينتحرون. ظنوا أنها في اتباع الشهوات، أصحاب الشهوات أيضا يصابون بالأمراض والاكتئاب. إذا بدأوا يعودون لتعاليم الإسلام أصبحت مقاييس السعادة لديهم مختلفة. جامعة هارفارد الشهيرة تقرر أن رقم واحد في السعادة أن تحب الخير للناس. ربما كثير لا يصدقني، اذهب إلى موقع جامعة هارفارد واطلع على الدراسة الخاصة بأعمال البر والأعمال التطوعية التي استمرت عشرات السنين. ماذا وجدت؟ وجدت أن أسعد الناس من يحب الخير للناس، من يتطوع في أعمال خيرية، من يتسامح مع الآخرين، من يعفو عنهم. هذا هو معنى ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لا تنظر إلى الممتلكات، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك إلى من لديه الفيلات، من لديه الأملاك، من لديه السيارات والطائرات الخاصة، من لديه الذهب والمال، لا تمدن عينيك. كل هذا فتنة. ربما هذا يستمتع الآن في الدنيا، ولكن تجده يوم القيامة في أسفل السافلين والعياذ بالله. هي فتنة، المال فتنة، الدنيا فتنة، النساء فتنة، لنفتنهم فيه. ثم قال لك: ورزق ربك خير وأبقى. ازهد في الدنيا. إنسان لديه شقة مستأجرة، يدفع كل شيء فقط ليعيش،
ولكن مضطر أن يأخذ الربا أو يطعم الربا ليشتري شقة بقرض ربوي ليرتاح. والله لن ترتاح في الآخرة. أنت أصلاً لا تملك أن تعيش في الدنيا يوماً. طيب، الذي رزق ذلك الملحد رزقه القصور، أيعجز أن يرزقك بيتاً صغيراً أو شقة صغيرة؟ لا يعجز، ولكن أنت في حالة ابتلاء واختبار، لأن الله يريد أن يدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار. كيف تدخل؟ تريد أن تستمتع في الدنيا وتأكل الحرام وتمارس الشهوات، ثم تقول يا رب أدخلني جنات تجري من تحتها الأنهار؟ هذا لن يحدث أخي الحبيب. لنفتنهم فيه، اختبار، بلاء، ورزق ربك خير وأبقى. لذلك لا، أنا أصبر قليلا على الدنيا وأرجو عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، والله سيرزقني رزق الآخرة الذي هو خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. لذلك الزهد في الدنيا عمل بسيط، ولكن للأسف معظمنا يغفل عنه، ومعظمنا يتبع شهواته. أن نزهد في الدنيا، هناك فوائد كثيرة للزهد في الدنيا أخي الحبيب. من الناحية النفسية، الإنسان الذي ينظر لممتلكات الآخرين ويحسد الآخرين ويتحسر على نفسه أنه لا يملك شيئا، هذا يعيش حياة تعيسة جدا، وتغزوه الأمراض النفسية وحتى الأمراض الجسدية وحتى السرطان الذي أكد العلماء في دراسة تحدثنا عنها أن السبب الرئيسي للسرطان هو الضغط النفسي الشديد الذي يتعرض له الإنسان، الذي يعني يدمر أنظمة الجسد ويصيبه بالسرطان. لذلك أنت عندما تلهث وراء الدنيا هذا شيء سيء. يعني النبي هنا عليه الصلاة والسلام يدلك على عمل أنت ترتاح فيه، أنت تكون سعيدا أن تزهد في الدنيا وأن تزهد فيما عند الناس، وبالتالي يصبح همك الآخرة. طيب، من كان همه الآخرة، من كان همه القرآن، من كان همه ذكر الله، كفاه الله سائر الهموم. من كان همه ذكر الله كفاه الله سائر الهموم. الله يكفيك أخي الحبيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء عظيما تحدثنا عنه في فيديو سابق، من أروع الأدعية التي تذهب الهم والغم، وما أهمك من أمر الدنيا والآخرة يذهبه الله عنك ببركة هذا الدعاء 7 مرات. أن تقول حسبي الله، الله يكفيني، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أخيرا أخي الحبيب، أنا أتمنى أن تتأمل في هذا الحديث، أن تطبقه منذ هذه اللحظة. عمل بسيط يتألف من قسمين: القسم الأول أن تزهد في الدنيا ومعاصيها وشهواتها لتكسب محبة الله، وأن تزهد فيما عند الناس من أملاك، من أموال، غير ذلك، ستكسب محبة الناس، وبالنتيجة ستعيش حياة آمنة مطمئنة، تكون غنيا النفس إن شاء الله، لأن الغنى غنى النفس. وتذكر أن الله هو القائل ورزق ربك خير وأبقى. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تطبيق كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وأن يكون هذا العمل، أي الزهد في الدنيا والزهد فيما عند الناس، أن يكون سببا في دخولنا الجنة جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.